السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، ترتيب الهدافين بعد مباريات اليوم الاثنين 27/6/2022 في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز. اليوم متابعين الكرام، الجونة خسرت من ايسترن كومباني 2-3. أحرز دفاعي الجونة محمود الشبراوي في الدقيقة 33 وخالد قمر من ضربة جزاء في الدقيقة 60. أهداف ايسترن كومباني عن طريق اللاعب ناصر في الدقيقة 35، متعب من ضربة جزاء في الدقيقة 52، وأحمد إسماعيل في الدقيقة 90. فاركو خسرت من الاتحاد السكندري 0-1. أحرز هدف الاتحاد سعيد سومبوري من ضربة جزاء في الدقيقة 5 من وقت بدل الضعف في الشوط الأول. فيوتشر خسرت من طلائع الجيش 0-1. أحرز هدف طلائع الجيش مصطفى عواد في الدقيقة 47. متابعين الكرام، بكرة بإذن الله تعالى تستكمل باقي المباريات. عندنا مباراة الزمالك وسلام كليوباترا، مباراة قوية 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، لحظة واحدة 9:30 مساء بتوقيت مصر، كده التوقيت صح. المقاولون العرب والبنك الاهلي وغزل المحله امام الاسماعيلي، المباراتين في نفس التوقيت 7 مساء بتوقيت مصر على قناه اون تايم سبورت. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على بالنسبه لبدايه الجوله. بدات بهزيمه مصر المقصه من المصري 0-2 0-2 يوم الاحد 26/6/2022. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري المصري وترتيب الهدافين. متابعينا الكرام، حاليا نادي الزمالك متصدر الدوري في المركز الاول ب 48 نقطه من 22 مباراه. بيراميدز المركز الثاني ب 46 نقطة، النادي الأهلي المركز الثالث ب 44 نقطة من 19 مباراة. فيوتشر المركز الرابع ب 39 نقطة، سموحة المركز الخامس ب 36 نقطة. طلائع الجيش المركز السادس ب 36 نقطة، البنك الأهلي المركز السابع ب 30 نقطة، فاركو المركز الثامن ب 30 نقطة، الاتحاد السكندري المركز التاسع ب 28 نقطة. إنبي المركز العاشر ب 26 نقطة، سيراميكا كليوباترا المركز 11 ب 26 نقطة، المصري البورسعيدي المركز 12 ب 26 نقطة. غزل المحل المركز 13 ب 25 نقطة، الجونة المركز 14 ب 21 نقطة، الإسماعيلي المركز 15 ب 19 نقطة، المقاولون العرب المركز 16 ب 19 نقطة، إسترن كومباني المركز 17 ب 16 نقطة، ومصر المقاصة المركز 18 والأخير ب 14 نقطة. متابعين الكرام، بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك المركز الأول ب 11 هدف، المركز الثاني مروان حمدي لاعب سموحة ب10 اهداف، ومابولولو لاعب الاتحاد السكندري ب10 اهداف ايضا، والمركز الثالث جون اوكوي ابوكا لاعب ام بي ب9 اهداف، والمركز الرابع احمد رفعت لاعب فيوتشر ب8 اهداف، وعبد الكبير الوادي لاعب سموحه، وخالد قمر لاعب الجونه. المركز الخامس اشرف بن شرقي لاعب الزمالك ب7 اهداف، ومحمد شريف لاعب النادي الاهلي، ومحمد هلال لاعب البنك الاهلي، ومصطفى شلبي لاعب ام بي. بالنسبه لمتصدر صناعه الاهداف، متصدر صناعة الأهداف عبد الكبير الوادي لاعب سموحة صنع 7 أهداف، يتساوى معه أحمد سيد لاعب الزمالك، والمركز الثاني جوزيف جوناسان لاعب فيوتشر صنع 6 أهداف، والمركز الثالث عبد الله السعيد لاعب بيراميدز صنع 5 أهداف، وأحمد رفعت لاعب فيوتشر، وأحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي، وإلياس الجلاصي لاعب المصري، ومحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، وأنا معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.